تخيل أن ترى فجأة شيئا يلتهي مقرص الشمس رويدا رويدا، كسوف الشمس، حدث نادر وعظيم ولا يستمر إلا لبضعة دقائق. ولكن ماذا سيحدث لنا وللأرض لو أن كسوف الشمس القادم استمر للأبد؟ هل سنعيش في ظلام دامس؟ أم هل سينتهي هذا العالم؟ هذا ما سنكتشفه سوية في هذه الحلقة من برنامج إكسبلور. في هذا السيناريو نحن نتحدث عن كسوف الشمس الكلي، والذي يحدث فقط في ظل ظروف محددة للغاية، وهي أن يمر القمر أمام الشمس بحيث تكون الأرض والشمس والقمر على استقامة واحدة، وأن يكون القمر في طور المحاء حيث تكون الشمس خلف القمر مباشرة، وهذا يحدث عند بداية أو نهاية الأشهر القمرية، وأيضا أن يكون القمر في أقرب مسافة له من الأرض. قد يتساءل البعض، كيف يمكن لهذا القمر الصغير تغطية الشمس العملاقة وقت الكسوف الكلي؟ يكمن السر في العلاقة الحسابية العجيبة في الفارق بين حجم الشمس والقمر وبعدهما عن الأرض، حيث أن قرص الشمس أكبر من قرص القمر بـ400 مرة، في الوقت الذي يكون فيه بعد الشمس عن الأرض أكثر بـ400 مرة من بعد القمر عن الأرض. وعندما يمر القمر بين الشمس والأرض يحول دون وصول أشعة الشمس إلى الأرض. تخيل أن هذه المحاذاة الكوكبية النادرة ستصبح حدثاً يومياً. فماذا سيحدث لو أن الله أراد أن يقف القمر أمام الشمس ولا يتحرك؟ هل سينتهي هذا العالم بالفعل؟ في الواقع لن تعيش في ظل القمر الكامل طوال الوقت، فهناك جزئان من ظل القمر: الظل الكامل وهو المركز المظلم تماما والذي لا يتجاوز قطره 267 كيلومتر، وهذا مقارب لمساحة دولة جورجيا. وشبه الظل وهو الحافة الخارجية، حيث يحجب القمر جزءا فقط من قرص الشمس، وبسبب دوران الأرض حول محورها هذا الظل الكبير سوف يمر بأجزاء مختلفة من العالم خلال المواسم المختلفة، بحيث يتحرك ظل القمر عبر العالم من الغرب إلى الشرق. في المناطق الواقعة في شبه الظل ستستمر في الحصول على ضوء الشمس، لكن ليس بالقدر الذي اعتدت عليه، وستكون الحياة أكثر قتامة بالتأكيد. ترتبط الحياة على الأرض ارتباطاً وثيقاً بتعاقب النهار والليل، والكسوف الكلي للشمس من شأنه أن يعطل هذا النمط ويفسد الدورات الطبيعية الأخرى. وفي المناطق التي يسيطر عليها ظل القمر ستنخفض درجة الحرارة ما يقارب 5 درجات مئوية. هذه التغيرات في درجة الحرارة وقلة أشعة الشمس ستضر بالمحاصيل الزراعية، مما سيعطل إنتاج الغذاء إذا لم نبتكر طرقاً لنساعد محاصيلنا على النمو في هذه الدورة الجديدة من النور والظلام. سنرى أيضاً زيادة في الاضطراب العاطفي الموسمي أو الاكتئاب الموسمي. يحدث هذا النوع من الاكتئاب خلال أشهر الشتاء الطويلة في خطوط العرض العليا بسبب قلة أشعة الشمس، وربما سيشعر بعضنا باليأس وفقدان الطاقة. يدوم الكسوف الكلي المعتاد للشمس ما يقارب 7 دقائق فقط، هذا لأن القمر يدور حول الأرض، مما يجعل استمرار الكسوف أمراً مستحيلاً. لذا فإن الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها رؤية كسوف الشمس الدائم هو في حال أراد الله أن يتوقف القمر عن الدوران حول الأرض، لكن عندها لن يكون القمر قادراً على مقاومة قوة السحب الناتجة عن جاذبية الأرض، وسوف ينهار ويدمر الأرض في النهاية. وإذا كان هذا هو الحال فستكون نهاية العالم حتمية مع هذا الكسوف. لذا دعونا نأمل أن تبقى هذه العجوبة كما هي، ويبقى كسوف الشمس حدثاً نادراً وقصير المدة يأتي ليذكرنا بآيات الله في الكون وقدرته العظيمة في تدبير هذا الكون المليء بالأسرار.
الحياة على الأرض تعتمد على هذا التوازن المحكم في الكون ما بين الأرض والقمر والشمس. لذا تخيل أيضا أن تتوقف الأرض عن الدوران. هذه قصة أخرى سنخبركم عنها في الحلقة القادمة من Explore.